الباشمهندس فين؟ قصدك شادي؟ هو عنده مشوار مهم فاضطر يمشي. وربنا؟ مشوار هنا في الاوتيل جنبنا. طب حس كده بقى، انا ممكن انزل اشوف الغردقه دي بتقول ايه. طب بقول لك ايه، هو انت مش فاكر ان انت كنت في الغردقه هنا قبل كده؟ على خفيف، لما بنزل اتمشى كده طشاش. بجد؟ زي ما بقول لك كده، على طشاش، حاجه هنا حاجه هناك. بعد اذنك. طارق استنى. مأمورين يا استاذه. بص، انت ممكن تقولي فرح عادي من غير استاذه، وانا اسفه ان انا قلت لك طارق، بس انا لسه مش متعوده. معلش يا حمزه. ولا يهمك. هو انت مش فاكرني خالص؟ وعز الجلال. لا يا استاذه ما فاكرك. لا عادي، مفيش مشكله. طب انا عندي فكره حلوه، في مكان لو انا وانت رحناه سوا انا حاسه انك هتفتكر شويه. يلا بينا. مكان ايه؟ البيت عندي، انت ممكن تيجي تبات معايا النهارده. اهو ده كلام محترم. بيت عيلتي، بيت جدتي جوجو. طب ويا الحاجه جوجو؟ ما عندهاش مشاكل ان انا جبت عندكو؟ لا طبعا، انا وانت ياما بيتنا هناك سوا. ده انتوا ناس عسل. طب بص يا استاذه، انا بس متفق مع الباشمهندس ان انا حبات معاه النهارده. لو عليا انا اموت، شوف يا موت، ونروح نبات عند الحاجه. بس ممكن نعمل كده بكره. مفيش مشكله، خلاص خليك براحتك.